يوم آخر وجلسة أخرى رمضانية طبعا مرة ثانية مع أكبر فناني المغرب عمالقة المغرب في الفن أستاذ هشام العلوي معروف عازف الكمان طبعا المطرب والفنان والمبدع سي بن عاشير ومعكم طبعا أخوكم محمد أمير إن شاء الله نقضي مع بعض أوقات ممتعة مرحبا بكم يا من هوى أعزه وأذلني يا من هوى أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني كيف السبيل كيف السبيل كيف السبيل إلى وصالك دلني واصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني يا من هوى يا من هوى يا من هوى أعزه وأذلني وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني يا من هوى يا من هوى يا من هوى أعزه وأذلني وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني لأقعدن على الطريق واشتكي كشبيه مظلوم وأنت ظلمتني لأقعدن على الطريق واشتكي كشبيه مظلوم كشبيه مظلوم وأنت ظلمتني ولا أدعون عليك في غسق الدجى يبليك ربي يبليك ربي يا من هواه وعزه وأذلني
أنا من جملك بالحسن أو جللك سبحان من جملك بالحسن أو جللك دبدب تعودي على يدي وغنيت لك سبحان من جملك بالحسن أو جللك سبحان من جملك بالحسن أو جللك دبدبت عودي على يدي وغنيت لك بنيت من مخملي في أضلعي منزلا بنيت من مخملي في أضلعي منزلا إذا نسيت الهوى لا تنسى من دللك إذا نسيت الهوى لا تنسى من دللك بنيت من مخملي في أضلعي منزلا بنيت من مخملي في أضلعي منزلا إذا نسيت الهوى لا تنسى من دللك إذا نسيت الهوى لا تنسى من دللك سبحان من جملك بالحسن أو جللك سبحان من جملك بالحسن أو جللك دبدبت عودي على يدي وغنيت لك أغار من قبلة الصباح إذ قبلت ومن خيال الدجى بالسحر إذ كحلت أغار من قبلة الصباح إذ قبلت ومن خيال الدجى السحر إذ كحلت أغار من قبلة الصباح أغار من قبلة الصباح أغار من قبلة الصباح قبلة الصباح أغار من قبلة الصباح الصباح أغار من قبلتي الصباح
ومن خيال الدجى ومن خيال الدجى بالسحر اتكحلت يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.